في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، باتت القضية النووية الإيرانية واحدة من أكثر القضايا حساسية في السياسة الدولية. تشير التقديرات الأمريكية إلى أن إيران قد تجاوزت مرحلة التطوير السري للأسلحة النووية، مما يجعل من احتمال امتلاكها لقنبلة نووية أمراً واقعاً لا يمكن إنكاره. ومع ذلك تثير هذه الوضعية مخاوف كبيرة لدى صانع القرار في واشنطن، الذين يبدون قلقهم من أن تعلن طهران عن قدراتها النووية بشكل رسمي، مما سيؤدي إلى فقدان السيطرة الأمريكية على سلوك إيران في المنطقة. وفي هذا السياق يبدو أن الخيارات العسكرية التي كانت تعتبر حلاً ممكناً لمواجهة التهديد النووي الإيراني قد فقدت فعاليتها، مما يستدعي إعادة التفكير في الاستراتيجيات المعتمدة لمواجهة هذا التحدي الجديد. كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتكيف مع هذا الواقع النووي الإيراني؟ وما هي الخيارات المتاحة لها في ظل هذا التحول الحرج؟ بالرغم من أنه لم تؤكد أي جهة رسمية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة النووية، أن إيران قد توصلت بالفعل إلى قنبلة نووية، ومع ذلك هناك مخاوف وتحليلات تشير إلى أن إيران قد تكون قريبة من تطوير القدرات النووية اللازمة لصنع سلاح نووي. تتضمن هذه المخاوف أنشطة تحصيب اليورانيوم وعمليات البحث والتطوير في التكنولوجيا النووية، مما يجعل الوضع معقداً ومتسماً بالتوترات السياسية. وبحسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية نقلاً عن مصادر، فإن الإدارة الأمريكية حذرت تل أبيب من أي هجمات عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تشتد المخاوف بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إنتاج أسلحة نووية. وأكدت المصادر أن أي عمل عسكري قد يتسبب في تصعيد كبير في المنطقة، مما يؤدي إلى عواقب غير محسوبة. بينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على الضغط الدبلوماسي على إيران، فإن الهجمات الإسرائيلية المحتملة قد تعرقل هذه الجهود وتؤدي إلى ردود فعل انتقامية من طهران. وفي هذا الإطار تسعى واشنطن إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي مع تل أبيب، مع التركيز على خيارات دبلوماسية لضمان عدم تحول إيران إلى قوة نووية. التحذير الأمريكي يمثل دعوة لإسرائيل لتبني استراتيجيات أكثر حذراً في تعاملها مع التهديد الإيراني، وذلك في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. تظل الخيارات العسكرية والدبلوماسية قائمة، مما يفتح المجال أمام سيناريوهات متعددة تتراوح بين التصعيد العسكري إلى استئناف المفاوضات. ربما يكون السيناريو الأول الإعلان الرسمي عن القنبلة النووية، حيث يتوقع البعض أن تعلن إيران رسمياً عن امتلاكها سلاحاً نووياً، مما يؤدي إلى تصعيد فوري في التوترات الإقليمية والدولية. هذا الإعلان قد يحفز دولاً أخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا على تعزيز برامجها النووية الخاصة، مما يزيد من حدة سباق التسلح. إذا قررت إسرائيل تنفيذ هجوم عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد عسكري كبير. ردود الفعل الإيرانية المحتملة يمكن أن تشمل الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة أو استهداف حلفاء إسرائيل، مما يزيد من تعقيد الوضع أمنياً. وفي سيناريو بديل، قد تستأنف الولايات المتحدة والدول الأوروبية مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد، قد يتضمن ذلك تخفيف العقوبات مقابل قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي الإيراني، مما يوفر فرصة لتجنب التصعيد. قد تؤدي الأحداث حول البرنامج النووي الإيراني إلى تداعيات اقتصادية عالمية مثل ارتفاع أسعار النفط نتيجة للتوترات في الخليج، وهذا قد يؤثر على الأسواق العالمية ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الدول المعتمدة على الطاقة. في حال حدوث تصعيد أو استفزاز من جانب إيران، قد تعود الولايات المتحدة والدول الغربية لفرض عقوبات جديدة عليها. هذه العقوبات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية داخل إيران، مما قد يؤثر على استقرار النظام السياسي.